نعم إسماعيل، في الحقيقة انقطعت العلاقات المصرية الإيرانية بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 وإيواء مصر للشاه الإيراني محمد رضا بهلوي آنذاك، وبقي في مصر حتى مماته. أيضا انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقيع مصر لاتفاقية السلام كامب ديفيد، كمان أيضا في عام 79 مع إسرائيل. طبعا هذا ما اعتبرته إيران خيانة للقضية الفلسطينية التي تدعمها وتقول أنها تدعمها. أيضا من أسباب الانقطاع العلاقات كانت هناك دعم مصر لحرب العراق مع إيران. مصر دعمت العراق عام 1980 مدة 8 سنوات، كان هناك دعم للعراق. كل هذه الأسباب بالإضافة إلى طبعا أسباب أخرى تراكمت فيما بعد أدت إلى انقطاع العلاقات بشكل نهائي بين مصر وإيران. ولكن مؤخرا، وحضرتك يعني تعلم أن هناك مناخ جديد تشهده منطقة الشرق الأوسط، هناك عودة العلاقات ما بين يعني السعودية وإيران، ما بين مصر وتركيا، ما بين مصر وقطر، عودة علاقات إيران مع عدد من الدول الخليج العربي. كل هذه المتغيرات الإقليمية في المنطقة دفعت بإيران، خاصة وهي إيران التي تريد أن تخرج من العزلة الإقليمية الدولية، هي معزولة دوليا، لنقل العزلة الإقليمية، تريد الخروج من هذه العزلة وإقامة علاقات جديدة على غرار علاقتها، عودة علاقتها مع السعودية. خرجت تصريحات كثيرة ومتكررة من الجانب الإيراني، آخرها كان تصريح للمرشد علي خامنئي في لقاء جمعه مع سلطان عمان هيثم بن طارق، قال خلالها أو صرح خلالها أنه يرحب بعودة العلاقات مع مصر. طبعا هناك مساعي من سلطنة عمان وأيضا من العراق لإعادة العلاقات ما بين طهران والقاهرة. طيب أمل، يعني اليوم يعني دوافع عودة العلاقات، يعني ظروف إيران تختلف عن ظروف مصر، وأيضا ربما يعني وفق المحللين حماسة الطرفين مختلفة. تفضل. أكيد الحماسة مختلفة، نحن نشاهد هناك حماسة قوية من جانب إيران، لكن الجانب المصري هناك تحفظ، هناك صمت. أنت تعلم، الكل يعلم أن سياسة مصر هي هكذا، هي هادئة نوعا ما وتتجنب التصريحات فيما إذا لم يكن هناك شيء أكيد على أرض الواقع. إسماعيل، هناك ضرورات اليوم في موضوع ما بناء النظام العالمي الجديد، والذي أدى إلى عودة العلاقات واتفاقية التي قامت بها الصين، اتفاقية بكين ما بين طهران والرياض. إذن هناك توجهات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، هناك توجهات لإعادة الهدوء إلى المنطقة، هناك دوافع إيرانية لإعادة علاقاتها مع دول المنطقة والخروج كما تحدثنا من العزلة المفروضة عليها. لكن من الجانب المصري كما ذكرت هناك تحفظ، هناك صمت حتى الآن. أيضا أريد أن أقول أنه من مصلحة إيران أن تكون هناك علاقات قوية مع مصر، يعني علاقات اقتصادية وأمنية واستراتيجية مع هذه الدولة، لنقل أنها هي أكبر دولة عربية إسلامية في المنطقة، وستكون هناك استفادة أكيد من هذه العلاقات. طيب أمل، يعني اليوم يعني ما هي أبرز التحديات أو نقاط الخلافية بين طهران والقاهرة، يعني ربما تقف عائقا في وجه التطبيق؟
في الحقيقة نقاط خلافية كثيرة إسماعيل ما بين طهران والقاهرة، ولكن أهم هذه النقاط الخلافية هي النقاط طبعا قديمة جديدة، أولها إيواء إيران لعناصر وشخصيات مصرية، وهي تعتبرها مصر شخصيات أو عناصر إرهابية وتهدد أمنها القومي. طبعا إيران تنكر هذا الشيء وتنكر إيواءها لمثل هذه الشخصيات، وهناك أيضا شخصيات متعلقة بتنظيم القاعدة. مصر تتهم إيران أنها تأويهم، وكما ذكرنا إيران تنفي هذا الشيء. أيضا هناك الدعم الإيراني المستمر لحركتي الجهاد وحماس، وأنت تعلم غزة وهي المتاخمة لسيناء، حركة جهاد وحماس ومن ورائها إيران الداعمة لها دائما في حالة تصعيد للأحداث هناك، ومصر دائما في حالة تهدئة، تريد تهدئة الوضع على حدودها. هذا الأمر يزعج مصر كثيرا. أيضا هناك التمدد الإيراني في المناطق الإقليمية، يعني نحن هناك من يسمي إيران بالدولة الأخطبوطية التي لديها أذرع في لبنان، في اليمن، في سوريا، في غزة، ولا ننسى طبعا مساندة إيران للحوثيين، وطبعا تهديد باب المندب المدخل الرئيسي لقناة السويس الذي يهدد المصدر الرئيسي الاقتصادي لمصر. هناك نقاط خلافية كثيرة، أبرزها هذه لنقل أيضا تحدثنا سياسة التمدد الإيراني التي تزعج مصر في منطقة الشرق الأوسط. لنقل أنه لا توجد أي تغييرات، يعني حتى الآن لم يطرأ أي تغيير على سياسة إيران في المنطقة، و لنقل معالجتها للأحداث الموجودة في المنطقة وتعاملها مع هذه الأحداث، فيما عدا طبعا الاتفاق السعودي الإيراني والذي هو ما زال في مرحلة الاختبار، يعني لا توجد حتى الآن أي نتائج ملموسة. مصر ربما تنتظر هذا الاتفاق فيما إذا كانت إيران ستلتزم بهذا الاتفاق، وعلى أساسه ربما ستبني توجهاتها في التقارب مع إيران. طيب أمل، يعني أختم معك بهذا السؤال، يعني اليوم إلى أي مستوى يعني يمكن أن تصل العلاقات بين الدولتين؟ في الحقيقة إسماعيل من السابق لأوانه أن أتحدث عن مستوى العلاقات الذي يمكن أن يصل إليه والجدول الزمني الذي يمكن أن تحدث فيه هذه العلاقات. أنت تعلم أن مصر لديها مصالحها، لديها سياساتها الداخلية والخارجية، لديها علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع إسرائيل، هناك حسابات كثيرة لدى الجانب المصري. أعتقد ربما تصل في المدى القريب إلى مستوى السفراء، لكن أكثر من ذلك طبعا بدأت خلال الفترة الراهنة عمليات فتح الزيارات أو فتح المجال السياحي أمام الإيرانيين في منطقة سيناء طبعا، لكن لا أعتقد أن الأمور ستكون بهذه السهولة، لأن مصر لديها حساباتها، لديها ارتباطاتها، وهي كما ذكرت تنتظر ما ستؤول إليه الاتفاق الإيراني السعودي، وعلى أساسه ستتخذ هي نهجها في التقارب مع إيران. جزيل الشكر الصحفية أمل معمي، كنت معنا من غرفة الأخبار، شكرا على هذه المداخلة.